محور أول في هذه الرشة. في نهاية هذا المحور، في نهاية study design، إن شاء الله جميعا نكون عارفين ما هو definition وما هو classification of a session. بعد كده هتكلم على descriptive studies بالتفصيل، وهتكلم على observational studies بالتفصيل، وهتكلم على intervention studies، وآخر شيء زي ما قلنا هتكلم على القواعد التحليلية لها مشتركة. طيب، ما هو research وليش نعمل research؟ research الهدف من العمل. في معنا سؤال عاوزين نجاوب عليه، نقول نعمل إجابة لهذا السؤال عشان نحل سؤال في أذهاننا، وبالتالي نعمل research عشان نجيب على سؤال، أو نعمل research في مشكلة معينة موجودة في population أو في community فنعمل حل لهذه المشكلة عشان نعمل بحث عشان نعمل حل لهذه المشكلة. طيب، إذا البحث اللي نعمله عشان أمرين، في سؤال معين عاوزين له حل، وفي مشكلة برضو عاوزين لها حل، فنعمل هنا البحث العلمي لهذا الغرض. طيب، إيش الهدف أو إيش تعريف البحث العلمي كبحث علمي؟ نحن نقول عليه هو systematic investigation. إيش معنى systematic؟ systematic معناها منهجية، معناها إنها ليست خطوة واحدة، هي عدة خطوات، والخطوات كلها يتم فيها investigation. ليش؟ كل هذا systematic investigation ليش؟ عشان نعمل increase للنولج، عشان تزيد المعرفة، أو عشان نعمل زيادة المعرفة. إذا هو في systematic investigation، systematic investigation دي الغرض منها في النهاية عشان نعمل increase للنولج. طيب تعالوا نشوف الـ classification للـ session. طبعا الكلاسيفيكيشن كثير جدا، وانا بطبيعتي دائما احاول ابسط الامور، لانه في تصوري وظيفه التدريس هو تبسيط الامور، فحبسط الامر بشكل سمبل حتى يكون مستوعب من قبل الجميع. اسال نفسي وانا اعمل بحث، هل اشتغل على سنجل جروب ولا على كومباريزن جروب؟ اذا اشتغل على سنجل جروب فهي كلها ديسكريبت حاوصل بس، لانه معنا سنجل جروب فحقارن مين بمين. فأول أمر أسأل نفسي هل هي single group؟ فإذا هي single group فحيكون البحث هو descriptive. الأمر الآخر هو موضوع comparison، لأنه comparing between group أو between أكثر من groups فنسميها comparison. ما دام فيها compare معناها أنها analytical، ونسميها كمان comparative. طبعا الحقيقة الأناليتيكال هي أوسع من comparative، لأنه في معنى حاجات ما هيش في compare زي correlation relation ما هيش comparing، فهي نقول عليها analytical. لكن لأنه معظم الـ research حقنا معظم عبارة عن comparing فنسميها analytical، أو نسميها بين قوسين comparative. إذا ببساطة الأمور بسيطة جدا، في معنى single group وفي معنى comparison group. إذا كانت single group فهي descriptive، وإذا كانت comparison group فهي analytical أو comparative. طيب الآن نتكلم عن الاناليتيكال او الكومباراتيف، ايش اللي فيها؟ فيها امرين، يا ان الريسيرشر الباحث جاست اوبزرف بس ما يتدخلش، ومن هنا سميت اوبزرفيشنال ستادي، انه انا اشوف مثلا في بحث معين في الكوميونتي، اشوف مثلا ناس يستخدموا علاج، اشوف ناس مثلا تستلهم تيست ايش نتيجته، جاست انا اوبزرف ما اتدخلش بحاله، فدي نسميها observational studies. الأمر الآخر لا، الريسيرشر هنا assign يعني متدخل، نوع مثلا two groups، أعطى الجروب الأولى مثلا العلاج الفلاني وأعطى الجروب الثاني العلاج الفلاني، يعني هو تدخل. فما دام هو تدخل نسميها intervention أو نسميها experimental. يسموها intervention أو يسموها experimental studies. إذا الفرق بينهم كلياته assigned أو not assigned. إذا not assigned just observed نسميها observational study. إذا فقط بتعمل ما نسميه بال intervention or assigned intervention نسميها experimental. طيب اتفقنا إنه البحث العلمي عبارة عن descriptive، وال descriptive فيهم فقط نوعين سؤال بسيطين جدا اللي هي case report و case series. نتكلم عنهم بسرعة ما فيهم أي مشكلة. ال comparative or analytical هم زي ما كنا قبل شوية هم observational، وفيها ثلاثة، فيها cohort study وفيها الكيس كنترول وفيها الكروس سكشنال ستاديز. الانترفيشن فيهم اثنين او اكسبيرمنتال، فيهم راندوم اسيتي طبعا مشهور، مصطلح مشهور نسميها راندومايز كنترول ترايل ونان راندومايز كنترول ترايل، اسيتي او نان اسيتي. طيب بسرعه الكيس روبوت سهله جدا ما فيهاش اي مشكله.
مواصفاتها اول مواصفه لها انها ضامن على سنجل جروب لوجيك احنا مش قلنا قبل شويه انها ديسكريبتيف سنجل جروب فهي على سنجل جروب الامر الثاني انه هي مين كاركترز لها انها على حاجات الرير ومش متوقعه خالص واحد بيشتغل في مستشفى وتفاجئ انه شاف حاجه ديزيز معين او رير في المكان ده فيطلع لها ريبورت انه والله ما استغربت انا شفت هذا الديزيز رير ما يحصلش خالص فنسميها اعمل فيها ريبورت الامر الاخر ومين كاركترز برضه لها انها النمبرز حقها نمبر اوف كيسز اقل من خمسه اقل او يساوي الى خمس حالات واقل فقط الريبورت كيس ما تتجاوز خمس حالات خمس او اقل حتى واحده حاله حتى واحده طبعا حالة واحدة على فكرة معظم الكيس ريبورت هي حالة واحدة لكن في حد أقصى تظل الكيس ريبورت إلى خمس حالات. الأمر الرابع ما لهاش أي إيفيدنس لأن حقها ضعيف أكيد ضعيف لأنه هي سيمي جروب وما قارناش بأحد. الأمر الآخر أكيد سمول سامبل سايز بيراقب ضعفها لكن مهمتها أو أهميتها أنها بتعتبر قاعدة لبناء سيرش بمعنى لما أنا أحصل غير ديزيز في مكان معين وعملت كيس ريبورت وواحد يحصله في بلد ثاني وواحد يحصله في بلد ثالث وواحد يحصله في بلد رابع اذا ما اصبحت هذه ظاهره لابد ان تدرس بالتفصيل ومن هنا على فكره كيس ريبورت لها اهميه كبيره هي الجزء اللي يخلي الناس يبداوا يعملوا كومبلكس ريسيرش الكيس سيريز كيس سيريز للاسف الشديد احنا نعملها واحيانا نروح ننصبها على ديزاين نفس الوقت هي غن على وان سنجل جروب الأمر الآخر نمبر كيس أكبر من خمسة ممكن تصل مليون ممكن إن شاء الله 10 مليون صور كيس يس أكثر من خمسة ما أظن نسميهم كيس يس قد تصل إلى مليون حوالي إن شاء الله 12 أكيد الإيفيدنس حقها ضعيف لأنه ما فيش كنترول جروب فبالتالي ضعيف الإيفيدنس الأمر الآخر بالتأكيد كمان لها صفة إنها أساسا بتكون قاعدة لمور كومبلكس ريسيرش الأمر الآخر المهم في الكيس سيريز واللي ما يمكنش يتاح في الكيس ريبورت إنه ممكن نقيس بها بريفلانس يعني في أول كيسز نقيس بها بريفلانس أو نيو كيسز نقيس بها الإنسيدنس فمن خلال الكيس سيريز ممكن أقيس بريفلانس وممكن أقيس إنسيدنس كيف؟ لو أنا عايز اليوم أشوف مثلا أي ديزيز بتاعتس بي فايروس ولا مثلا بريفلانس حتى فأنا أشوف مثلا هوسبيتال بيز أنزل للهوسبيتال واشوف البريفرنس الموجود اللي هي الاول كيسز. طيب انا عاوز انسدنس اجي من اليوم احنا 16/7/2018 اقول من 16/7/2018 لين 16/7/2019 انا هشوف النيو كيسز. فالنيو كيسز دي نسميها انسدنس. يس. طيب شوفوا اول مثال في واحد اسمه كان مثال 2005 ديسكرايب فايف كيسز اوف بكتيريا اكثر بكتيريا هيمولوجيكا من اسوسيشن وذ سوفت تيشو انفكشنز فروم اميون كومبتنت بيشنز هذا كان وجد حاله غريبه ووصفها هم خمس حالات وجد بكتيريا احنا اساسا نقول ما تعملش اي ديزيز في الاميون كومبتنت فوجدها انها تعمل ديزيز في الاميون كومبتنت فعمل بها ريبورت وانتهى الموضوع بس هنا بدل ما كانت حاله هنا خمس حالات اكيد دي كيس ريبورت في واحدة من صبرة عمال اسمها نوال المشقري في فيروس عندنا مشهور احنا اسمه اسباراتي سنسيشن فيروس هو يعمل مشهور لور اسباراتي تراب فتفاجأت هذه انه في ارض فور تشيلدرن ان بدا عندهم اكيوت نكروتايزنج انكيفالوباثي وعندهم اكيوت تشيلدرن هيباتايتس فيلير وذ انكيفالوباثي وكمان عندهم كروم هذا خبرية ما كان يشرب اسباراتي سنسيشن فيروس فراحت عملت بها ريبورت وعملت كيس ريبورت هم فور كيس فدي من ضمن الاشياء اللي هي مثال على كمان كيس ريبورت في واحد اسمه بابو فائدان في 2007 ديسكرايب كيس اوف 47 يير اول وومن ديفولت ثيرابي ريليتد اكيوت روماتيك لوكيميا اختر راديو ايونين تريتمنت يعني تفاجئ انه يعطوها تريتمنت وجالها روماتيك لوكيميا حجرين وعرضها للمجتمع العلمي وهي هانكس وقال كده قال the patient was treated with chemotherapy and achieved complete response lasting for 3 years يعني بعد ما اخذ كيموثيرابي وحصل لها complete cure لكنها حاله كانت ليه؟ فانا شافها اظن دي كيس ريبورت طيب في ريسيرشر aim to determine the seroprevalence of hepatitis B virus in Yemen. The researcher tested 50,000 participants all over Yemen
And they found that 6,000 baptism can prove to have the baptism rivers. سيدي البروم وعاوزين نشوف البرفرنس طلع 6,050 أحسنت كيسيس فريق كيسيس